عز النزيل وعز منقاله، قال الروج ما هو حجر منقال. بهدف الحفاظ على الموروث الشعبي العريق والتراث الحضاري للشعب السوري، قامت جمعية صفصاف الخابور الثقافية بالتعاون مع جمعية البر والإحسان الخيرية ومقهى قاسيون التراثية بمشاركة 24 لاعبا من مختلف أحياء مدينة الحسكة. بطولة المنقلة في هذه السنة تميزت بزيادة عدد المشاركين ومن مختلف الأعمار. في ذات الوقت نحن نعلم أن المنقلة هي التراث بيئي ما لعبها الآباء والأجداد، فهي تراث يعبر عن الهوية والخصوصية المحلية في محافظة الحسكة والمناطق الشرقية، بالإضافة إلى كونها من الألعاب المعروفة على مستوى سوريا وبأسماء مختلفة. بداية تجربة رائعة وممتازة تحيي التراث وتقوي مقومات الشعب من التماسك الاجتماعي ومن الترابط الأسري ومن إحياء الثقافات الشعبية القديمة المندثرة. المقهى هو مركز ثقافي ليس فقط لتقديم النرجيلة أو الأرجيلة أو بعض المشروبات، لا، هو مركز ثقافي حضاري اجتماعي تواصلي. لعب المنقلة هي لعبة تاريخية وأثرية قديمة من عصور الزمان، فلها شروط ولها قوانين وركازة ورياضة الفكر كالشطرنج أو الدامة أو الدومينة، فلها خطط بدك تخطط للعبتين ثلاثة أربعة مسبق لما تنقل حجرة من حجرة، لماذا نقلتها، شنو راح يجي بعدها، شو راح تنقل بعدها حتى تعرف خصمك. لعبة المنقلة هي لعبة تراثية يعني توارثناها من الأجداد، الشيء هذا إجباري يعني نحن، أنت بدك تعيد تاريخ أجدادك تاريخ، واللعبة مهمة يعني أنت بعيد عن التكنولوجيا، هسه صار الحمد لله الموبايلات طاغية على كل شيء. وتأتي أهمية إقامة البطولة لإحياء التراث الشعبي ومنعه من الاندثار، وهي مبادرة للانطلاق باتجاه فضاء جديد هو المقهى الثقافي، وأن تحمل المقاهي الشعبية بعدا ثقافيا واجتماعيا. وتميزت البطولة بلقاء فئتي عمريتين هما جيل الشباب وكبار السن واللاعبي بأجواء تنافسية. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.